السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة جديدة من برنامجكم أشربة القرآن الكريم وفي هذه الحلقة إن شاء الله سنختم اللبأ بإذن الله وننتقل في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى إلى زيت الزيتون المركب العظيم ولكن قبل أن نختم مركبات اللبّ أود أن أشير إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق عوامل نمو طبيعية موجودة في اللبّ هل تتذكرون في الحلقة الأولى التي تحدثنا فيها عن اللباء قلنا أن اللباء يشبه كثيرا في تركيبه اللبن ولكن مع فرق الفرق إيش؟ أن اللباء يحتوي على العوامل المناعية وعوامل النمو وقلنا تذكروا أنه كلمة عوامل مناعية وعوامل النمو تظلم هذه المركبات شفنا مثلا اللاكتوفيرين على سبيل المثال هو عامل من العوامل المناعية ولكن يلعب دورا في نقل الحديد ويعالج المرضى الذين يعانون من فقر الدم وبالتالي إذا أسميناه عاملا مناعيا هذا يقلل قليلا من وظائفه وأنا سبحان الله أقول أنه من الضروري على, يعني على الناس والعلماء أن يقوموا بتغيير هذه التسميات أيضا كما هناك عوامل مناعية موجودة في اللباء هناك عوامل النمو التي سنتحدث عنها إن شاء الله في هذه الحلقة ونرى عظمة هذه العوامل التي وضعها الله سبحانه وتعالى في الأنام الآن ناتي الى نقطة في غاية الأهمية، عوامل النمو يا جماعة ليس يعني اللي بيسمع عوامل النمو يعتقد انه بس وظيفتها أن تقوم بالنمو. سنرى الآن ومن خلال هذه الحلقة أنه هناك أشياء أخرى تقوم بها عوامل النمو غير فقط عملية النمو والربو والزيادة، تمام؟ سأذكر أسماء الهرمونات التي اكتشفها العلماء موجودة في اللباء. وهذه الهرمونات كما قلت كما نقول دائما إنه هذه الهرمونات جماعة هي ضرورية للعلماء يعني أكيد هناك مجموعة من الأطباء والمختصين الذين يتابعون هذه الحلقات فإن شاء الله إذا سمعوا أسماء هذه الهرمونات علموا ما هو موجود في اللباء سأقرأ عليكم بشكل سريع هرمون النمو يشبه نفس هرمون النمو الموجود في الغدة النخامية أيضا هناك عامل النمو النسيجي epithelial growth factor أو epidermal growth factor وعامل النمو لأمهات الخلايا اللي فيها fibroblast growth factor وعامل النمو المشتق من الصفيحات الدموية platelets derived growth factor وعاملي النمو المختصة بالتحويل ألف وباء transforming growth factor A and B طيب تخيلوا يا جماعة كل عوامل النمو هذه الموجوده في اللباء هي اصلا موجوده في جسم الانسان وهذا يجعلنا في الحقيقه نتوقف ونتفكر طيب اللباء هذا يعني يخرج مثلا من الابقار من الاغنام الى اخره يعني يخرج من كائنات اخرى وجسم الانسان سبحان الله هو جسم الانسان فجسم الانسان يحتوي على عوامل النمو هذه وهذه الماشيه تعطي لباء فيه عوامل النمو هذه ايضا هذا سبحان الله يضعنا امام عظمه الله سبحانه وتعالى وان الله سبحانه وتعالى لما خلقنا يعرف كل ذرة في اجسامنا، كل ذرة وكل تفاعل حيوي وكل عنصر يتفاعل يعلم. الله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير. وخلق لنا سبحانه وتعالى من الارض ما تناسب اجسامنا، وبالتالي نجد انه اللبا يا جماعه، نفس عوامل النمو الموجودة في جسم الانسان هي نفسها موجودة في اللبا. فسبحان الله، وانا اذكر بآية الله سبحانه وتعالى التي تقول: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها أي لبأ ولبنا نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، شوفوا المنافع خمس هرمونات من هرمونات النمو موجودة في أجسامنا ولا تنسوا يا جماعة إنه هذه اسمها هرمونات أنا أذكركم أن الهرمونات هي مركبات عملاقة عظيمة ليش؟ لأن الجزيء الهرموني الواحد يستطيع أن يسيطر على مئة مليون تفاعل ومن ثم أنت لما بتحكي أنه وجود خمس هرمونات مختصة بالنمو أنت بتحكي عن خمس ملوك أو خمس عمالقة أو خمس أشياء عظيمة جدا موجودة في اللباء وتدخل الجسم سبحان الله هرمون النمو الطبيعي يفرز هذا من الغدة النخامية وكما قلنا أن هذه الهرمونات هي هرمونات عظيمة وممتازة جدا لماذا؟ لسبب بسيط جدا هذه الهرمونات يا جماعة طريقة تأثيرها عجيبة هو جزيء هرموني عظيم تعرف وين بيأثر؟ يذهب إلى مركز الخلية تذكروا قانون المركزيه لما قلنا كل شيء في هذا الكون مركز وهذا المركز هو الاهم في هذا الشيء وهذا المركز هو الذي يسيطر على شيء ويضفي عليه الصفات مركز الخليه الحيه هي نواتها خلق الله سبحانه وتعالى الكروموسومات الاجسام الصبغيه الموجوده فيها وهذه الكروموسومات تحمل الدي ان اي اللي هو الشفرة الوراثية التي تبني كل عضية وكل انزيم وكل هرمون وكل ما في الخلية تماما يعني العقل المدبر في الخلية هو الدي ان وهذا الدي ان اذا تحكمت فيه تحكمت في كل الخلية وذلك سبحان الله نجد انه هرمون هرمونات النمو هذه اول شيء اضافه الى انه الجزيء الواحد منها ينبه مئة مليون تفاعل شوفوا سبحان الله شوفوا عظمه الله سبحانه وتعالى تاتي الى العقل المدبر للخليه وتقنعه بان يفعل اشياء فكل الخليه وكل ما في الخليه ومليارات الجزيئات الموجوده في الخليه تتبع هذا العقل المدبر لانه اقتنع بشيء تعرفوا يا جماعه انا اشبه هذا بماذا بقصة سليمان وبلقيس، سليمان عليه السلام لم يحارب، ولكن أرسل رسائل عن طريق الهدهد إلى بلقيس ملكة سبأ، وأقنع في الحقيقة ملكة سبأ بالإسلام، وبالتالي نجد أن ملكة سبأ أسلمت، وق يعني حتى هذا ورد في القرآن، قالت وأسلمت لله مع سلي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لما أسلمت بلقيس أسلم كل قومها وهذا أيضا ورد في القرآن ليش؟ لأنه هي اقتنعت ف... لأنه هي العقل المدبر والمفكر طبعا إحنا ورأينا في قصة بل... بلقيس أنه هذه الملكة كانت ملكة حكيمة وحقيقة فيها من العقل والدهاء والحكمة ما يفوق الرجال سبحان الله وبالتالي كان قومها مقتنعون بها فلما اقتنعوا أسلموا ولذلك قال سليمان أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين وبالفعل هم جاءوا مسلمين نفس الفكرة هذه الهرمونات تأتي للعقل المدبر تقنعها بفعل أشياء فت يعني كل الخلية تنصاع لهذا العقل المدبر وتفعل هذه الأشياء التي يقنع بها هرمون النمو أو هرمونات النمو هذه أول شيء هرمونات النمو ذكرناها كثيرة هل سنذكر بعض هرمونات النمو الموجودة في اللباء يعني أسماءها وحنشوف وظائفها وتذكروا يا جماعة يعني كلمة هرمونات النمو تقيدها يعني أنت لما تسمع النمو ترتبط مخك أنه فقط هي تعمل في النمو سأريكم بإذن الله سبحانه وتعالى أنه ليست وظائفها وظائف نمو عندها وظائف أكبر وأوسع من عملية النمو فقط في هناك عاملين واحد اسمه عامل النمو المشابه للأنسولين إنسولين لايك جروث فاكتور وعامل النمو اللي هو النمو أو هرمون النمو اللي هو جروث هرمون وجد العلماء أن هذون الهرمونين إضافة إلى تأثيرهم الذي يؤدي إلى النمو وهذول الهرمونين موجودين في اللباء لهما تأثير مضاد للشيخوخة وفي الحقيقة أنا اطلعت على دراسة أجراها العالم ميتشينيكوف ميتشينيكوف كان يلاحظ أن الشعب البلغاري خصوصا ريف يعني القرى البلغارية يعمرون مئة سنة مئة وعشر سنة مئة وعشرين سنة يعني يعمرون بشكل كبير لماذا؟ ميتشنيكوف في الحقيقة استطاع أن يصل إلى الجواب هؤلاء الناس كل طعامهم مبني على تناول اللبن واللبأ يعني حياتهم أصلا عندهم مزارع وأبقار وأغنام بكميات هائلة كل طعامهم مبني على تناول الحليب والألبان واللبأ يعني اللي هو الحليب الطازج اللي بيخرج من ضرع الماشية في أول ثلاثة أيام بعد الولادة طبعا ميتشينيكور ربط الموضوع مع أنه اللبن واللبا لما نروبه ونعمله لبن رايب بيولد عندنا العصيه اللبنيه هذه العصيه اللبنيه هو هي عصيه لبنيه مفيده وهي تعاكس العصيه القولونيه الشرسه التي تؤدي الى تصلب الاعضاء وتؤدي الى تصلب الكبد والكلى ونقص وظائفها يعني بالعربي الفصيح تؤدي الى الشيخوخه طيب ماذا فعل ميتشينيكوف اعطى هذا التفسير انا اقول هناك تفسير اغفله ميتشينيكوف والدليل عندي انا اقول انه اللبن اللبأ طبعا وبدرجه اقل منه اللبن يحتويان على عوامل النمو ومنها الانسولين لايك جروث فاكتور والجروث هرمون وهذه في الحقيقه لها دور عظيم مضاد للشيخوخه بدليل الدراسه التي اجراها العالم دانيال رودمان دكتور دانيال رودمان ايش عمل؟ عمل دراسة على مجموعة من المسنين طبعا نشر الدراسة هذه في مجلة نيو انجلاند نيو انجلش جورنال اوف ميديسين طبعا مجلة عريقة ولها وزنها العلمي والطبي استطاع ان يثبت من خلالها انه الانسولين لايك جروث فاكتور يعني العامل النمو المشابه للانسولين زائد هرمون النمو نفس هرمون النمو الموجود في جسم الانسان والموجودان في اللباء استطاع ان يثبت انه لهما تاثير مضاد للشيخوخه ماذا فعل اجى دكتور رودمان جاب مجموعة من الرجال عمرهم 26 رجل، يعني العدد الدراسة 26 رجل. أعمارهم بين 61 و80 عام، يعني هدول ناس مسنين. ثم ماذا فعل؟ بعد ذلك بدأ يعطيهم عوامل النمو هذه، الجروث هرمون والأنسولين لايك جروث فاكتور. ماذا حدث؟ بدأ يلاحظ أول شيء أنه كمية الكتلة الدهنية في أجسامهم قلت 14%. ألم نقل أن الإنسان المسن مع تقدم العمر تزداد الكتلة الدهنية؟ ألم نقل أن هناك عامل اسمه IGF موجود في جسم الإنسان بشكل طبيعي هذا العامل هو عامل من عوامل النمو ويبدأ ينقص تدريجيا مع تقدم العمر وقلنا أن هذا العامل له دور عظيم في حرق الدهون وبالتالي لما يقل لا تحرق الدهون وتتراكم في الجسم ألم نقل أنه أحضر صورة لشخص عمره خمسين سنة وقل له يا إخي أحضر لي صورة قبل ثلاثين عاما وقارن بينهما تجد أنه بعد خمسين سنة أصبح أكثر وزنا وذلك بسبب نقص الـ IGF في جسمه سبحان الله دخول عوامل النمو الموجودة في اللب إلى داخل الجسم تعوض نقص الـ IGF عامل النمو الطبيعي ونحن تذكروا أننا قلنا أن اللب يحتوي على الـ IGF إضافة إلى هذين الهرمونين وبالتالي هذين الهرمونين اللي هما الجروث Hormone والـ like Growth Factor هدول الهرمونات تدخل الجسم وتعوض نقص الاي جي اف الطبيعي ومن ثم تعود فتحرق الدهون وبينزل وزن الانسان، 14% من كتله الدهن اثبت الدكتور رودمان انها قلت، وبالتالي يا جماعه انا اقول للناس البدينين انتم عندكم سمنه وبدانه خصوصا اذا كانت البدانه ناجمه عن تقدم العمر، اقول لهم ماذا؟ عليكم باللباء اللباء عظيم يا جماعة اللباء يعني يحتوي على عوامل النمو هذه الذي تستطيع زيادة حرق الدهون وإنقاص الكتلة الدهنية من الجسم وبالتالي أنا في البرامج الغذائية خصوصا لما يطلب مني المريض البرنامج الغذائي في فترة شهر اثنين مثلا يعني فترة وجود اللباء أنصحه بتناول اللباء في هذه الفترة طيب هل هذه كل النتائج التي رآها الدكتور رودمان؟ أقول لا دكتور رودمان لاحظ انه سبحان الله المسنين هذول بين عمر 61 الى 80 سنه يعانون من هشاشيه عظام وضعف عظام ولما بداوا ياخذوا هذه الهرمونات ماذا حدث لهم؟ فوجئ الدكتور رودمان انه يزداد العظام كتله وقوه ومتانه وتمعدن، يعني المعادن زي الكالسيوم والفوسفور والفلور والمغنيزيوم كلها تبدا تدخل في العظام، وسبحان الله لاحظوا هذه الصوره معي صوره تظهر عظام النخره سبحان... يعني يعني سبح... كما يقول الله عظام هشه جدا وشوفوا سبحان الله بعد اعطاء عوامل النمو بدات تتحسن هذه العظام وفي الصوره الثالثه تظهر ان هذه العظام اصبحت متينه وقويه وبالتالي يا جماعة الناس الذين يعانون من هشاشية العظام تذكروا أن الله سبحانه وتعالى الكريم الرحمن الرحيم الخلاق العليم خلق لكم اللبأ العظيم هذا اللبا يحتوي على عوامل النمو هذه عوامل النمو لها القدرة على بناء وإعادة تجديد العظام لا سيما إذا ترافق ذلك مع حركة مضادة للجاذبية الأرضية يعني صار واحد يعمل تمرينات بيحمل فيها مثلا ثقل بسيط ويرفع إيده باتجاه مضاد للجاذبية الأرضية أو بيسوي تمارين في رجليه وهكذا طيب هل هذه هي التغيرات الوحيدة التي رآها دكتور رودمان؟ نقول لا هل لاحظ الدكتور رودمان انه هذه هي التغيرات الوحيده التي تجري في الجسم نتيجه تناول اللبأ بما فيه من عوامل النمو؟ اقول لا. لاحظ ايضا انه الجلد، طبعا نعرف انه جلد المسنين يصبح رقيق ومتجعد وهش لانه يبدا يفقد الياف الكولاجين والياف اللاستين الموجوده فيه سبحان الله. لاحظ الدكتور رودمان أن الجلد يعود أكثر قوة وسماكة ومتانة وشبابا سبحان الله وبالتالي يا جماعة أنا أشير يعني هذه الدراسة تهمني لأنه أنا ذكرت في حلقة سابقة وذكرت آية الله سبحانه وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وأنا أريد أن أؤكد على هذه الفكرة أن الطفل الصغير عند ولادته يصاب في الحقيقة أو بيكون ضعيف المناعة وضعيف البنية وضعيف، فهو بحاجة إلى اللبأ واللبن بشكل كبير. أيضاً المسن لما يكبر في العمر، سبحان الله هو يحتاج اللبأ، كما بدأنا أول خلق نعيده وهذا قانون الدوران الموجي أو قانون الدوران الإهليلجي كما أسميناه. طبعاً الدكتور رودمان يقول أن هذه التغيرات اللي هي عبارة عن نقص كتلة الدهون بنسبة 14%. زيادة متانة وقوة العظم زيادة متانة وجمال الجلد وتذكروا يا جماعة أن الزنجبيل أيضا بما يحتويه من كبريت الذي يدخل في تركيب الكيراتين يزيد الجلد جمالا ونعومة سبحان الله وبالتالي أنا أقول يا جماعة شوفوا كيف أطعمة وأشربة القرآن مميزة تحافظ عليك تعطيك جمالا تعطيك نعومة تعطيك شبابا سبحان الله ولذلك لكل الناس الذين يعانون من جفاف البشرة ومن ضعف البشرة ومن هشاشية الجلد وحساسية الجلد وما شابه أقول لهم أكثروا من تناول اللباء وفي الحقيقة أنا وجدت أن هذه نقطة رائعة هل تعرفوا يا جماعة أن أمهاتنا وجداتنا كانوا يفعلوا ذلك؟ أنا كنت أسمع وأنا صغير أن كثير من الأمهات لما يولد لها طفل يقولون لها ضعي من الصمغة التي تخرج من صدرك أول ما تخرج على وجه الولد ودهنيه فيصبح الولد ذو بشرة صافية ورائعة جداً. هذه جماعة كلام صحيح مئة بالمئة. سبحان الله هم كانوا بالتجربة يفعلون ذلك. وذلك سبحان الله أقول حتى النساء التي يردن تجميلاً ونعومة لبشرتهن إذا حضروا اللب بطريقة اللبنة. وأنا كونه في الحلقة الأخيرة سأعيد هذه الطريقة لأنه سألت عنها كثيراً. شو يا جماعة؟ اللبا يخرج في شهرين في السنه، شهر فبراير، شهر شباط يعني وشهر سبتمبر يعني شهر تسعه او شهر عشرة زائد شهر اثنين، شهرين في السنه لا يوجد غيرهم. طيب كيف استطيع الحصول على اللبا طوال السنه؟ اقول انا ابتكرت بفضل الله الطريقه التاليه. ماذا نفعل؟ ناتي باللبا ونخلط اللبا يعني لتر لبا مثلا مع لتر من الحليب نخلطهما مع بعضهما البعض. ثم نضع لبنا رائباً يعني روب عشان نروبه نضع لبنا رائباً ونغطي فالذي سينتُج كمية من اللبن الرائب هذا اللبن الرائب ليس حليباً فقط إنما حليباً ولبأ لأنه نص بنص إحنا حطينا هذا اللبن الرائب نضعه في قماشة ونعلقه فيبدا الماء ينزل منه ينزل منه ينزل منه الى ان يتصفى ويتحول اللبن بهذه الطريقه الى لبنه اذا اللبنه كيف يصنعوها بهذه الطريقه ولكن هذه ليست لبنه عاديه لانه نصفها لباء الان نحصل على هذه اللبنه نعملها كور ونضعها مثلا في وعاء آه ونضع في هذا الوعاء زيت لنحفظه، ولا تنسوا ان تملحوا اللبنه، لانه الملح يعتبر من الاشياء الحافظه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سيد ما أَتَدَمْتُمْ به الملح او سيد ادامكم الملح. الان عوامل النمو الموجوده في اللباء مثل عامل النمو النسيجي ايبيديرمال جروث فاكتر وعامل النمو لامهات الخلايا فيها فيبروبلاست <applause> جروث فاكتر وعاملي النمو المختصه بالتحويل الالف وباء اللي هو ترانسفورمينج بي. وجدوا أن هذه العوامل لها قدرة خارقة في شفاء الجروح شوف ترمم يا جماعة يعني واحد عنده جرح حتى الناس اللي عندهم إكزيما طبعا الإكزيما أصلا هي خلل في البشرة سبحان الله عنده جرح أو أجرى عملية جراحية ولذلك أنا أقول يا جماعة أطعمة القرآن كلها ألم يعني ألا تتذكروا لما تحدثنا على عشبة القمح قلنا انه فيها البايوفلافونويدز والبايوفلافونويدز لها تاثير مرمم للانسجه ونصحنا الناس اللي حيدخلوا العمليه الجراحيه انه قبل العمليه الجراحيه ياخذ لب وبعد العمليه الجراحيه آه عفوا قبل العمليه الجراحيه ياخذ عشبه القمح وبعد العمليه الجراحيه ياخذ عشبه القمح لانه يرمم واقول لهم ايضا قبل العملية الجراحية خذ لبا وبعد العملية الجراحية خذ لبا هناك نقطة في غاية الأهمية أود أن أقولها في هذه الحلقة قبل أن أنتهي اللي هي ايش يا جماعة اللبا أفضل شيء أن يكون طازجا كثير من الناس يأخذ اللبأ ويغليه أو يضعه على النار يقول لك يا أخي أنا أخشى أن يكون في حمى ملطية أو حمى قلاعية في الماشية التي أخذت منها اللباء أقول له في الحقيقة أنت أفسد كثير من البروتينات والعوامل المناعية العملاقة والإنزيمات العملاقة الموجودة في هذا اللباء العظيم طيب يقول ماذا أفعل؟ أنا أدعو الناس من هذا المنبر أقول يا جماعة أرجوكم من كان يربي ماشية اول شيء يتقي الله باطعامها طعاما طبيعيا النقطه الثانيه انه يفحصها بشكل دوري اذا تاكدنا ان هذه الماشيه خاليه من الامراض ليس هناك اروع ولا اعظم ولا افضل من انه تحلب هذه الماشيه تاخذ لباءها وهو طازج غني حيوي رائع ما في ما في اعظم منك ابدا او تاخذ حليبها الطازج تشربه مباشره يعطيك طاقه يعطي رائع يعني على كافه المستويات وبالتالي كون هذه الـ يعني الـ عوامل اللبا هذه تحتوي على او اللي بقى يحتوي على عوامل النمو العظيمه هذه التي ترمم الانسجه تفيد في عمليات الجراحيه، تفيد في التقرحات، يعني في ناس بيطلع لهم تقرحات في الفم، يقول يا دكتور والله كلام لا أستطيع أن أتكلم يعني أنا أعاني معاناة كبيرة في هذا الموضوع يقول لي يا دكتور والله مثلا إذا أكلت أتألم أقول عليك باللباء لأنه في عاملين نمو هذين اللذين يرممان الأنسجة بإذن الله سبحانه وتعالى ايضا المرضى الذين يعانون من قرحات في المعده ما هي القرحه عباره عن تقرح في جدار المعده يرمم ذلك الم نرى فوائد اللبا انه يقتل الجرثومه الحلزونيه التي تحدث التهاب المعده نرى انه باليه اخرى يفعل ذلك يعلمنا الله سبحانه وتعالى في اللبا انه يخدم حتى الاشياء اللي هي من غير الجسم مثل البكتيريا النافعه البكتيريا ليس ليست منا ولكن كونها نافعه ولا تضر هذا يشبه غير المسلمين ولكنهم مسالمين وبنائين احنا نتعاون معهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين منافع عظيمه حقيقه ذكرها القران الكريم الان ياتي سؤال قبل ان نختم هذه الحلقه باذن الله هذا سؤال يقول من افضل اللباء تبع الام يعني الام الام الانسان ام اللبأ تبع البقر والغنم والماشيه؟ درسوا العلماء سبحان الله الاثنين لبأ الأم ولبأ الماشيه وجدوا انه لبأ البقر اعلى تركيزا بعوامل النمو وعوامل المناعيه بشكل كبير من لبأ الأم. هل هذا يعني انه لبأ البقر افضل من لبأ الأم؟ اقول لا لماذا يا جماعه؟ الجواب في هذه الآيه الذي قدر فهدا. كم حجم طفل الإنسان عندما يولد ثلاثة كيلو ثلاثة كيلو ونص كم حجم العجل عندما يولد شوف وزنه كبير سبحان الله وبالتالي اللبا وتركيز العناصر في أمه متناسب مع جسمه يعني وزنه بين ولد 20 25 30 كيلو ممكن يكون في حين انه في حين انه التركيز الضئيل في لبا الام مفيد للطفل الصغير طب الإنسان الكبير يعني إنسان كبير زي حالاتنا مثلا بده يأخذ لباء إيش أفضل يأخذ؟ يأخذ لباء البقر لأنه جسمه في الحقيقة أصبح كبيرا وذو وزن فالتركيز العالي من هذه المواد في, في, في لباء البقر مناسب أو الغنم طبعا مناسب لجسمه أقول في ختام هذه الحلقات تذكروا قول الله سبحانه وتعالى وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةِ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا لبأ ولبنًا ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته